كانت أجواء طيبة تلك التي عشناها في مراسيم تأدية اليمين الدستورية، والتي تعبر عن انسجام الجزائريين وانسجام النسيج الجزائري لمواصلة بحول الله تعالى تلك الأجواء المستقرة التي عشناها خلال 5 سنوات، والتي ستمكن الجزائر من مواصلة تحقيق المنجزات على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هنيئا للجزائريين بهذا الفوز الديمقراطي، ومن أجل إن شاء الله مواصلة الاستقرار وبناء جزائر قوية منتصرة بإذن الله تعالى بكل الجزائريين والجزائريات.